بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأشبال. النهاردة يوم مش عادي في تاريخ مصر، عيد للعزة والكرامة والكبرياء، يوم عرف العالم كله قيمة ومعنى المواطن المصري والجندي المصري. كل سنة ومصر كلها بخير، كل سنة ومصر كلها مرفوعة الراس. انتصار 6 أكتوبر ما كانش مجرد انتصار في حرب أمام عدو غاشم تصور انه ممكن ياخد حتة من ارضنا، لانتصار اكتوبر كان حدث تاريخي عظيم في سجلات الحروب. حرب قدمت فيها مصر تضحيات على كل شكل ولون. لما بنشوف لقطات ارشيفية من الحرب بتحس بشعور غريب وبتشعر بفخر ما بعده فخر، لما تسمع عن حكايات واسرار الحرب المجيدة. وانا بتكلم مع فريق العمل عن حلقة النهاردة اتكلمنا عن أبطال رياضيين شاركوا في الحرب العظيمة، لكن حابب أتكلم عن رمز كروي كبير شارك في الحدث التاريخي وكان له دور مؤثر كمان، هو الكابتن محمود الجهري. ممكن كتير ما يعرفش أن الكابتن جهري الله يرحمه كان ضابط في القوات المسلحة وقت الحرب في سلاح الإشارة، وكان ضابط الاتصال بين الجبهة والقيادة في غرفة العمليات. كمان يوم حرب 6 أكتوبر كانت مصر بتمر بيوم عادي، الناس راحت شغلها بشكل عادي، كمان كان في ماتش كورة في ملعب الترسانة بين الطيران والمحلة. وقتها المحلة كان فريق كبير وله جمهور عريض بيشجع فريقه طول الماتش، لكن فجأة مع نهاية الشوط الأول هتف جمهور المحلة للطيران. الهتاف ما كانش لفريق الطيران، لكن كان للطيران المصري وقتها وقواتنا الجوية. وقتها ما كانش قدام جمهور المحلة إلا إنه يهتف للطيران. طبعا لعيبة المحلة اتفاجئوا بالموقف، ولما عاتبوا جمهورهم بين الشوطين عرفوا السر، وإن الجمهور سمع في الراديو عن ضربة جوية لمصر في سيناء. كمل الماتش اللي أداره الحكم الكبير العميد إبراهيم الجويني الله يرحمه، وخرج الجمهور بعدها يتابع أحداث الحرب المجيدة. حرب أكتوبر زي ما هي انتصار عظيم، كمان درس كبير للأشبال والشباب اللي لازم يعرفوا أسرار كتير عن اليوم ده. لازم نربي ولادنا على رفع راسهم بسبب اليوم ده. لما أنا كنت شخصيا بلبس البدلة العسكرية وقت وجودي في المنتخب العسكري كنت بحس بشعور مختلف. الجندية المصرية شرف ما بعدها شرف. الجندية المصرية شرف ما بعدها شرف. حرب أكتوبر وضعت مصر في مكانتها الطبيعية بعد فترة من الحزن بسبب نكسة 67. الشوارع كانت حزينة والبيوت حزينة والملاعب كمان كانت حزينة. كل الناس كانت بتغني أغاني حزينة في انتصار زي الحلم. لكن بعد 6 أكتوبر تحولت شوارعنا وبيوتنا وملاعبنا لمسارح فنية كلها بتغني في صوت واحد وبأعلى صوت، وأنا على الربابة بغني مملكش غير إن أغني وأقول تعيش يا مصر. طيبين بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر. على الربابة بغني مملوك شغل لقوة أمل للجنود أمل للنصر ليك يا مصر. كل سنة والشعب المصري بألف خير بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيد. انتصار حرب أكتوبر كان انتصار رجالي. كل سنة وانتم طيبين بالنسبة 6 أكتوبر.
المصري بخير بمناسبة انتصار 6 أكتوبر ودايما رجالة. احيا مصر وانا على الربابة بغني وبغني لنوت الحرية. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة 6 أكتوبر ودايما إن شاء الله في مصر لمصر. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حرب اكتوبر حرب الرجالة وكل سنة وانتم طيبين. وانا على الربابة بغني ومغني وايه هتكون جنب عشاقي. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة بمناسبة عرب اكتوبر. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر. دور النادي الاهلي بقى، دور النادي الاهلي الوطني خلال حرب 67 او في حرب 67 وازاي تحول الكلام ده، يمكن ناس كتير ما تعرفوش. ملاعب النادي الاهلي تحولت لمراكز تدريب عسكرية، اعضاء النادي الاهلي يعني تطوعوا وتدربوا على المقاومة الشعبية زي كل حتة في مصر مش في النادي الاهلي بس. انا بقول دور النادي الاهلي احنا عارفينه واللي احنا عشناه. كمان سيدات النادي الاهلي بيتسابقوا ويحاولوا ان هم ياخدوا كورسات او يعني ياخدوا تدريب في التمريض. هو ده دور النادي الاهلي 67، غير طبعا التبرعات بقى اللي كانت موجوده من الجمهور ومن الاعضاء. 73 بقى حاجه تانية خالص، برضو في تبرعات، لكن اقول لكم على حاجه يعني نفخر بها جميعا بقى كنادي اهلي. لما طلبوا التبرع بالدم النادي الاهلي اعلن في وسط اعضائه التبرع بالدم. عارفين حضراتكم اول يوم كم واحد جه؟ 8000 واحد. 8000 واحد يتبرعوا بالدم في يوم واحد. يا جماعه هي دي الوطنيه، هي ده هو ده النادي الاهلي، وهي دي الوطنيه اللي احنا عشناها. الوطنية مش كلام، الوطنية فعل زي ما قال الكابتن محمود الخطيب، ان النادي الاهلي في 67 و73 تحول لمركز تدريب للمقاومة الشعبية. وزي ما بقول لحضراتكم دايما النادي الاهلي بيضرب المثل في كل المواقف الوطنية اللي دايما بتكون موجودة في النادي الاهلي. نروح لفاصل وبعد الفاصل نبتدي اول فقرات برنامج الاشبال. تحية بحضراتكم، نبدأ بقى مع بعض أول فقرات برنامج الأشبال. وفي البداية بس حابب على الهوى أشكر كل فريق العمل صراحة اللي اشتغلوا على تقرير بتاع انتصارات حرب أكتوبر. يعني هقول أساميهم كلهم إن ده حقهم، ناس اشتغلت على يعني عمل قدموه ما شاء الله. أنا أول مرة أشوف دلوقتي على الهوى حاجة مميزة جدا. نروح بقى لأول فقرات برنامج الأشبال وهنبتديها مع أخبار الناشئين في الصحف والمواقع، وهنبتديها من الموقع الرسمي للنادي الاهلي. وهنستعرض مع حضراتكم دلوقتي اول اخبارنا، اهلي 2004 يتعادل مع مصر المقصه. كان النادي الاهلي تعادل مع مصر المقصه مواليد 2004. كان بدا النادي الاهلي في حراسه المرمى مروان صلاح، خط الدفاع رأفت خليل بجاد عادل يوسف خليل زياد اسامه، خط الوسط مصطفى ابو الخير احمد عماد محمد اسامه ميدو ويوسف جبر وعلي ايمن، وفي خط الهجوم عبد الرحمن ممدوح. الشوط الثاني حصلت تغييرات، كان شارك عبد الغفار انور بدلا من يوسف جبر، زياد صلاح بدلا من احمد عماد، واحمد وائل بدلا من علي ايمن.
النادي الاهلي ارتفع رصيده الى 10 نقاط بعد ما فاز في 3 مباريات وتعادل في هذه المباراه امام مصر المقاصه. فاز على بيراميدز وطنطا بنتيجه 4-1 في الماتشين، بيراميدز 4-1 وطنطا 4-1، وعلى وادي دجله 4-2 مسجلا 12 هدفا مقابل 4 اهداف بس في مرمى النادي الاهلي. الجهاز الفني الفريق 2004 اللي ماشي ما شاء الله بخطى ثابته وبيقدم اداء مميز، مدير فني الكابتن ياسر ريان اللي يعني اللي بنشكره على الشغل اللي ما شاء الله عامله مع فريق 2004، بيساعده الكابتن عبد الله فاروق مدرب عام، وكابتن انور وجدي في حراسه المرمى، عمار فتحي دار الفريق، وحسن فاضل طويل الفريق، محمد نحله معيد بدني، واحمد شوقي اخصائي التدليل. هنروح بقى لتاني اخبارنا، تاني اخبارنا وخبر برضو مع 2001، يعني جلسه الكابتن احمد سراج، الجلسه المثمره اللي عملها مع فريق 2001، وعقد جلسات، يعني الكابتن احمد سراج كان عقد جلسات مع الفريق، كان حصل لهم ضروب في بدايه الموسم في بعض المباريات، عندهم مشاكل 2001 في اصابات كتير، لكن ما شاء الله قدروا يتجاوزوا يعني التعادل اللي كان فات قبل الفوز بـ5، فاز ما شاء الله بنتيجه كبيره على فريق لسه السنه دي اول مره يشارك في دوري الجمهوريه، نادي اف سي مصر، ما شاء الله بيقدم مستويات قويه، لكن النادي الاهلي حسم المباراه بخماسيه نظيفه في بطوله الجمهوريه. بدا النادي الاهلي بتشكيل مكون من حمزه علاء في حراسه المرمى، ما شاء الله حمزه علاء عندنا من العناصر انضمت لمنتخب مصر مع عاصم سليم، 2 حراس مرمى في منتخب مصر. خط الدفاع احمد سيد عبد النبي، معاذ انور، يوسف عثمان، محمد اشرف باك ليفت، ويعني ويعني واحفظوا اسم محمد اشرف ده ما شاء الله حاجه مبشره. الوسط خط الوسط عربي بدر، محمود صابر، طه محمود، احمد نبيل كوكا، وشادي رضوان اللي بنقول الحمد لله على السلامه بعد ما كان مصاب، عنده اصابه عضليه في الاصابه في العضله الاماميه، رجع ما شاء الله وكمان احرز هدف. في خط الهجوم محمد ياسر، سجل اهداف اللقاء محمد ياسر 2، محمد ياسر من برضه من المهاجمين المميزين، كان النادي الاهلي ضمه السنه اللي فاتت من شربين وبقدم مستويات قويه. محمد اشرف الباك ليفت سجل هدف، وشادي رضوان وعمر حجاج. كان الشوط الثاني اصيب عربي بدر بكدمه قويه، خرج وغير على يعني على اثر هذه الكدمه، نزل مكانه عمر حجاج وشارك حسام ياسين بدلا محمد ياسر، واحمد سيد غريب اللي هو مواليد 2002 بيشارك مع 2001 بدلا من شادي رضوان. الجهاز الفني برضو ال 2001 اللي بنشكرهم برضو على المجهودات وعلى الجهد اللي بيعملوه خلال الفتره اللي فاتت من بدايه الموسم، كابتن احمد سراج مدير فني، كابتن احمد عبد الظاهر مدرب عام، ممدوح عبيد مدرب، تامر دسوقي مدرب حراس مرمى، تامر دسوقي مدرب حراس مرمى وعنده 2 الحراس بتوعه في منتخب مصر مع الكابتن ربيع ياسين، محمد راشد المدير الاداري، محمد امام طبيب الفريق، وابراهيم خاطر اخصائي التدليك. تبقى حاجه مميزه جدا لما يبقى عندنا كابتن تامر دسوقي مدرب حراس المرمى وعنده الاثنين الحراس، الحارس الاساسي والحارس البديل، هنا في الحاله دي ما اقدرش اقول حارس بديل، ان الاثنين بيشاركوا على نفس الكفاءه وبياخدوا نفس المباريات، هو يعني الحارس المرمى حمزه علاء وعاصم سليم، الاثنين ما شاء الله بيتم اختيارهم دايما في القائمه اللي يعني اللي بيختارها الكابتن ربيع ياسين، فبنتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق، وبنقول للناس يعني اطمنوا على حراسه المرمى، ان شاء الله عندنا الشناوي شريف الكرامي علي لطفي، وكمان الصاعد الواعد مصطفى شوبير مع احمد طارق سليمان، وكمان عندنا في 2001 يعني وجوه اخرى مبشره. نروح نشوف مع بعض اهداف اللقاء 5-0 اللي انتهت بفوز النادي الاهلي على اف سي مصر. تمريره لطه، طه محمود، طه يلعب لعربي لمحمد ياسر لشادي رضوان، شادي يلعبها لياسر، يلعبها في المرمى، جول 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 جوه، جول، هدف اول للنادي الاهلي عن طريق اللاعب محمد ياسر، محمد ياسر يضع هدف اول في كره تخدع فريق مصر بالكامل، خدعت الجميع، خدعتنا كلنا وخدعت كل من في الملعب بباطن القدم، يسكنها المقص الايسر لمرمى الحارس احمد خالد. طه سندت، عدت، اشرف يصوب، يا ولا جول، يا سلام يا سراج، يا سلام عليك يا سراج، يا سلام عليك يا احمد يا سراج، هدف عالمي للعيب النادي الاهلي واحمد سراج، وفرحه فرحه على وجه احمد سراج بجمله فنيه عليها تريد مارك، علامه مسجله بتوقيع وختم احمد سراج،
محمد اشرف، اشرف يعلق العرضيه الراسيه، جول 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 جوه، جول، هدف ثالث للنادي الاهلي. الثلاثيه تكتمل، الثلاثيه الحمراء والعرضيه الجميله والراسيه الاجمل والاروع من محمد ياسر. ادي محمد ياسر، ياسر يلعبها بعرض الملعب الفراري، يا ولد يا ولد يا ولد، جول جوه، جول الفراري، يعود من جديد، يعود الفراري من جديد. قلت لحضراتكم الاستلامه هي الجول، قبل ما يصوب قبل ما يسدد قلت جول، لان الاستلامه هي الجول. والفراري شادي رضوان يعود من جديد للدوران وللانطلاق، يضغط مره ثانيه محمود صابر، عدت عمر، عمر حجاج، عمر، عمر يصوب، جول 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 جوه، جول، هدف خامس للنادي الاهلي. الخماسيه تكتمل، هدف خامس، خمسه وخميسه عليكم النهارده، خمسه وخميسه على الاهلي النهارده، الهدف الخامس للولد عمر حجاج. خمس اهداف حلوه، خمس اهداف كمان ملعوبه، فيها شغل، شغل مهاري من اللعيبه، وكمان فيها شغل جهاز فني كابتن احمد سراج والجهاز الفني من كرات ثابته. ونشوف بقى كابتن احمد سراج اللي معانا على التليفون دلوقتي. الف مبروك يا كابتن احمد. الله يبارك فيك يا كابتن اسامه، وتحياتي لحضرتك وتحياتي للمشاهدين في قناه نادي الاهلي، وكل سنه ومصر بخير وانتصارات دايما بسبب انتصارات اكتوبر المجيده ان شاء الله. ما شاء الله 5-0 على اف سي مصر، نتيجه كبيره. المباراه بقى احكي لنا، يعني كلمنا عن المباراه وسيناريو المباراه والدنيا مشيت ازاي في المباراه. يمكن الحمد لله اللي انت حضرتك شايف الاهداف، يمكن زي ما انت اتكلمت، يمكن الاهداف دي والله معظمها متمرنين عليها. يمكن كمان احنا الماتش، المباراه دي اف سي مصر من الفرق المفروض في مقدمه الجدول، يمكن من الفرق اللي ماشيه معانا، ماشيه معانا في الاول. بدأنا المباراة قبلها، كان في معسكر من فترة توقف، كان في معسكر للمنتخب فترة حوالي 10 أيام أو أسبوعين. بدأنا نهيئ الولاد للمباراة، بدأنا نركز على بعض الجمل، نركز على بعض الحاجات الصغيرة اللي احنا شايفينها دلوقتي يمكن في الأهداف. والحمد لله يمكن ده نتيجة المباراة. يمكن المباراة كمان كان كويسين جدا اللعيبه، كانوا نفذوا كل التعليمات اللي احنا قلناها، وده نتيجه المباراه يعني الحمد لله الاهداف. يعني ما شاء الله في، يعني واحنا بنستعرض الاهداف يا كابتن احمد، في كرات ثابته وفي شغل متفقين عليه، يعني احرزتوا منها هدف، دايما في تدريب على الكرات الثابته. يمكن احنا بناخد حسب الفريق الاول، يمكن الفريق الاول كمان انت شايف في اخر مباراه في اسوان الكرات الثابته دايما بتبقى مميزه في المباريات. وطبعا احنا بنتمنى يبقى نواه للفريق طبعا، فبنركز دايما الضربات الثابته دلوقتي بقى سلاح مهم جدا في الكوره في العالم كله. عايز اطمن منك بقى، يعني فريق 2001 من الفرق المميزه في النادي الاهلي، لكن بيقابل يعني سوء حظ خلال الفتره اللي فاتت، اصابات قويه وكمان بتغيب فتره عن الفريق. حماده الفيل اخباره ايه الاول؟ الحمد لله ماشي كويس الحمد لله. يمكن النادي بدأ عمل له عملية الحمد لله، يمكن دلوقتي في مرحلة الحمد لله بدأ العظم يلاقي التئام. ممكن تتحرك شوية كابتن أحمد عشان الصوت بس. كابتن أقبال حضرتك، حمد دلوقتي في حالة تحسن الحمد لله، يمكن آخر مرة في استشارة الحمد لله بقى متحسن يعني. طيب محمد مغربي برضو كان عنده اصابه وفي الركبه برضو هيغيب فتره. يمكن انا بيصادفني يمكن نرجع للاصابات يا كابتن اسامه. احنا الاصابات يمكن احنا بدانا فتره الاعداد بدري جدا، يمكن الفرقه الوحيده اللي في مصر الدوري اللي بدا عملنا فتره اعداد اسبوعين بس. وطبعا بنلعب كل ثلاث ايام مباراه، طبعا دي حاجه مرهقه جدا للكبار، ما بالك بقى بالاشبال والشباب، طبعا دي حاجه مجهده جدا. يمكن انا في كل مباراه بقابل كمان حظ عاثر، اصابات كتيره جدا، اصابات ما بياخدش عليها حتى مكافاه، مثلا انذار للاعب، فاول، ضرب الجزاء. يمكن حماده الفيل انت حضرتك قلت قويه، عصبه رجله كانت مكسوره، كسرت يعني الحكم الطبيعي عصبه رجله مكسوره، ولا حسبت ضرب الجزاء ولا طرد ولا انذار. يعني دي في حاجات برضك من ضمن الحاجات اللي انا بتمناها. يعني يمكن انا
بدأنا فترة اعداد يعني يعتبر اسبوعين طبعا من غير كافية. بدأنا مباراة بنلعب كل ثلاثة ايام مباراة، وطبعا ده كفيل ان في اصابات يبقى كتير يعني. انت بتطالب ان الحكام يعني في المباريات تحمل لعيبة اكتر يعني عشان طبعًا العنف طبعًا يكون طبعا. يعني انا مش عايز اقول لحضرتك، يمكن عربي بدر المباراه انت نفسك لو حضرتك تفرج، الولد داخل في عنق رجله، داخل في عنق رجله ولا حسب حاجه ولا فاول ولا حتى اداله حتى يعني تحذير حتى. انا كنت اسالك عن عربي بدر، كان في مباراه اف سي مصر كان حصل له التواء في الكاحل صح كده؟ ما جزع في الكاحل يعني داخل، يمكن اللعيبه طبعا دلوقتي السن دوت 19 سنه اللعيبه يعتبر يعني كبار مش صغيرين. احنا بنقابل كمان المرحله السنيه دايما في مصر عامه اللي فيها منتخب بنقابل اعمار مش عايز اقول مسننين ومزورين، يمكن انا بحضر ملف واقدمه للنادي نقدمه للاتحاد السن دوت دايما في المرحله يبقى في لعيبه كبار، يعني في لعيبه فاهمه من الاخر انها بتعرف تاذي اللعيب تصيبه ازاي تعوره ازاي، الحاجات دي لازم يبقى الحكام متنبهه ليها يعني. كان معايا مره كابتن عمرو انور وكنت بساله على حته التزوير والتسنين وبقول له هل بتفرق برضه في الاعمار السنيه الكبيره؟ قال لي ايوه بتفرق برضه، الولد لو اكبر اربع سنين وخمس سنين فكره حتى بيختلف عن الولاد الموجوده، حتى الولاد عندها 19 سنه. كابتن احنا في سنه من السنين كسبنا الولد مزور سبع سنين في عمره. سبع سنين يعني سبع سنين، فدي حاجه انا بقول لحضرتك يمكن دي ظاهره لازم يعني مع بطولات الجمهوريه يعني احتكاك طبعا، شكرا لاتحاد الكوره على المجهود ده، حاجات حلوه جدا. بس طبعا في حاجات برضك من ضمنها مثلا التنبيه على الجاريين، وقف النادي اللي فيه مزور، الحاجات دي لازم تفرق معاه. يعني لو عملت كده خلاص مش هيحصل فيه تزوير ولا تسنين. احنا بنقابل كمان المزورين دلوقتي بقى في المراحل السنيه اللي فيها منتخبات، هي دي اللي بيبدا يركز عليها، بيبدا يزور، بيبدا يروح المنتخب مره ولا مرتين، الولد خلاص فاكر نفسه ان هو سليم. ودي حاجات طبعا احنا بنعملها زي ما كابتن عمرو بيقول لك اربع سنين، لا ده بيفرق ست سبع سنين، بيفرق طبعا على لعيب واحد عنده 25 سنه يلعب مع 19 سنه مشكله طبعا. اخيرا يا كابتن احمد، يعني واحد من نجوم 2001 اللي انا شخصيا دايما يعني بتنبأ له وان شاء الله هيكون موجود مع الفريق الاول بالنادي الاهلي شادي رضوان، عايزين نطمن عن شادي رضوان خاصه انه كان مصاب الفتره اللي فاتت وبعيد، ما شاء الله دلوقتي بيرجع كمان بيلعب قدام اف سي مصر وبيحرز هدف ما شاء الله رائع، يعني الاستلام واحنا بتفرج على الاهداف لسه هنحل الاهداف دلوقتي، استلامه للكره هو الهدف. يمكن شادي من اللعيبه المهاريه والمميزه جدا في القطاع طبعا، احنا طبعا مع زمايله كلهم طبعا بنهتم بيهم. يمكن شادي كان الفتره اللي فاتت كان عنده بعد الاصابه الطويله اللي كانت في كتفه، رجع جات له كان في شويه في الاماميه، يمكن لعب اول مباراه وجات له شد في الاماميه، يمكن فضلنا ان احنا ما ندفعش بيه غير لما يكون جاهز كويس جدا، وده نتيجه ان احنا صبرنا عليه. يمكن شادي دلوقتي الحمد لله سليم، بيأدي اداء على اعلى مستوى، بنتمنى له يبقى الاستمراريه في المستوى ده ان شاء الله ان شاء الله. اخيرا يا كابتن احمد، ما شاء الله اثنين حراس مرمى عندك، الحارس الاساسي والحارس البديل، وفي الحاله دي ما اقدرش اقول حارس اساسي وبديل، الاثنين موجودين في منتخب مصر، حمزه علاء وعاصم سليم، يعني كابتن تامر الدسوقي ما شاء الله عامل شغل كمان كويس ان الاثنين الحراس موجودين في منتخب مصر، يعني شايف ان الاثنين الحراس عندك بتوع الفريق موجودين في المنتخب، شايف الامر ده ازاي؟ يمكن طبعا دي حاجه افتخر بيها طبعا، يمكن الحمد لله يمكن انا ان حارسين يتم اختيارهم مع المنتخب مع كابتن ربيع دي حاجه مميزه جدا. بشكر طبعا كابتن تامر على مجهوده، وبشكر كابتن كرامي طبعا، الاثنين طبعا على اعلى مستوى، يمكن نقدمهم ان شاء الله للفريق الاول، دي حاجه ان شاء الله مع الفرقه المميزه بتاعت 2001 يكون نوال للنادي الاهلي يعني. الحمد لله ان شاء الله كل التوفيق ليك يا كابتن احمد والجهاز الفني والفريق 2001. بنشكر الكابتن احمد سراج المدير الفني لفريق 2001 ما شاء الله عامل شغل هايل، خلي بالك يعني من السنه اللي فاتت ما شاء الله احرز البطوله قبل البطوله بحوالي اربع او خمس اسابيع، في بدايه المشوار البطوله السنه دي يعني واجه شويه صعوبات بسبب الاصابات القويه، لكن ما شاء الله الفريق برده متماسك وبيقدم عروض قويه. نستكمل بقى اخبار الناشئين في الصحف والمواقع ونروح لاهلي 2003، فريق 2003 برضو اللي ماشي يعني بخطه ثابته زي 2004 و2001، اهلي 2003 يفوز على الجونه بثنائيه في بطوله الجمهوريه. احرز الاهداف محمد سرحان ومازن اسامه. كان رفع رصيد الاهلي رفع رصيده ل 10 نقاط
بعد ما فاز على السموحة 2-0، تعادل مع الزمالك في ميت عقبة سلبيا، وعلى الاتحاد السكندري فاز 3-1، واخيرا على الجونة 2-0. مسجل 7 أهداف مقابل هدف واحد دخل مرمى فريق 2003. الجهاز الفني لفريق 2003، كابتن محمد سعد مدير فني، شريف عفضيل مدرب عام، محمد احمد ماهر مدرب، بهاء جمال مدرب حراس مرمى، شريف خليل اداري الفريق، هاجد هاني طبيب الفريق، واحمد ممدوح اخصائي تدليك. هنروح نشوف نتائج الجوله الرابعه في دوري 2003. اسفرت نتائج المباريات عن فوز سموحه على الاسماعيلي 1-0، مصر مقصة على حرس الحدود 3-0، وانبي على المولين العرب 3-1، الاهلي على الجونه 2-0، بيراميدز على الجيش 1-0، ووادي دجله على الاتحاد السكندري 1-0، والزمالك على اسوان 3-0 بالانسحاب. هنروح لعربي بدر اللي طمنا منه على من الكابتن احمد سراج ان عنده بس اصابه يعني قويه في الكاحل، يعني ان شاء الله هتكون بسيطه، حاجه قريبه من عمرو السليه كده، الاصابه اللي تعرض لها عمرو السليه في مباراه اسوان، فان شاء الله ممكن يغيب يعني عربي بدر يعني حوالي اسبوع او 10 ايام، وان شاء الله يكون متواجد تاني مع فريق 2001 ومع تدريبات الفريق الاول. غزاره تهديفيه بالجوله السابعه لدوري الجمهوريه للناشئين 2001، كان شاهد الاسبوع السابع في دوري 2001 اهداف كتير جدا. الاهلي على اف سي مصر 5-0، انبي على المصري 6-0، طلائع الجيش على حرس الحدود 3-0، وادي دجله على طنطا 3-0، السموحه على بيراميدز 2-0، الزمالك على المولين العرب 2-1، ومصر المقصه على الاتحاد 2-0، تعادل الاسماعيلي مع الجونه التعادل الايجابي 2-2، والانتاج الحربي حصل على راحه بسبب انسحاب اسوان من البطوله. هنروح الخبر بعد كده بقى من اهلي 2000، فريق 2000 اللي بيلعب دوري منطقه القاهره، ولسه الدوري منطقه القاهره ما ابتداش، فاخر استعدادات الاهلي 2000 يفوز على سراي القبه برباعيه وديا، كان احرز الاهداف محمد حسام ميدو هدفين، وكريم محمد هدف، ومحمد مصطفى اوكا هدف. زي ما قلت لحضراتكم فريق 2000 بيستعد للمشاركه في بطوله منطقه القاهره. مجموعه النادي الاهلي، المولين العرب والنصر والغابه واتحاد الشرطه، مركز شباب الاميريه ومركز شباب زينهم والمطريه ومنشيه حلوان الجديده. بيقود فريق 2000 القياده الفنيه كابتن مدحت طه اسماعيل مدير فني، اشرف ابو زيد مدرب عام، خالد حسن مدرب حراس مرمى، صابر سناده اداري الفريق، محمد فتحي درويش طبيب الفريق، واحمد عبد الخالق اخصائي التدليك. هنروح ايضا لاهلي 2005 برضو مع منطقه القاهره، لسه الدوري ما ابتداش، وزي ما قلت لحضراتكم دي اخر استعدادات فريق 2005، فاز على طنطا بنتيجه 3-1، احرز الاهداف احمد فكري ويحيى احمد ومعتز محمد. مجموعه 2005 فريق الزهور والنصر وطلائع الجيش، مركز شباب الاميريه، مصر التامين 15 مايو، مولين عرب، مركز شباب التجمع، الاتصالات، مصر جده، وحلوان الرياضي. فريق 2005 بيقوده كابتن احمد سمير مدير فني، كابتن معتز اينو مدرب عام، احمد ابراهيم مدرب حراس مرمى، سيد عرفان اداري، اسلام عزيز طبيب فريق، وناجح ابو زهره اخصائي التدليك. وفريق 2005 اول مره يشارك في السنه دي في مسابقه في مسابقه منطقه القاهره، بعد ما كان السنه اللي فاتت بيشارك في مسابقات البراعم. هنروح بقى لكابتن جمال السيد، مدرسه الكوره فريق 2008 و2009 و2010، دايما الشغل في مدرسه الكوره بيهتموا بالجانب المهاري، وايضا النادي الاهلي زي ما بيهتم بالجانب الفني والمهاري، النادي الاهلي حريص على التفوق الدراسي، وده شيء مطلوب. علشان كده النادي الاهلي لجأ الى تخفيض التدريبات او عدد التدريبات، عدد الحصص التدريبيه للاعبين الصغيرين، علشان لا يؤثر الكره على التعليم. مهم جدا ان الخطين يكونوا ماشيين متوازيين، التعليم والدراسة. كل التوفيق لأولادنا الصغيرين في مدرسة الكورة. المواعيد النهائية لانطلاق بطولات الناشئين والبراعم بالقاهرة، منطقة القاهرة أجلت، كان مفروض الأسبوع الأول من شهر 10 تنطلق بطولات المنطقة، لكن الكابتن حمادة الشربيني رئيس منطقة القاهرة، كابتن محمد حشيش مدير التنفيذي، وأيمن حسام مدير إدارة المسابقات، فضلوا أنه يدي فرصة كمان في القيد في شهر 10 عشان الأندية تأيد أكبر عدد من اللاعبين، فعلشان كده سيتم تأجيل بطولات الناشئين والبراعم بمنطقة القاهرة. ده الجدول قدامنا من منطقة القاهرة، وهيتم يعني تأجيل كل مسابقات البراعم ومدرسة الكورة. هنروح للخبر بعد كده، كابتن شباب الأهلي هو يعني الكابتن عادل زينهم، من اللعيبه ما شاء الله اللي بتقدم يعني اداء رائع. عادل زينهم
من مواليد 99 بيلعب مساك. كان لينا حوار كمان او كان كاميرا الاشبال موجوده مع عادل زينهم بعد مباراه الاهلي والاتحاد السكندري اللي فاز فيها النادي الاهلي بنتيجه 2-1 علشان نشوف يعني عادل زينهم قال ايه بعد لقاء الاهلي والاتحاد السكندري. وكان دايما في يعني كلامه عادل زينهم حريص انه يقول ان النادي الاهلي بيلعب على هدف واحد وهو الفوز. نشوف عادل زينهم وكاميرا الاشبال كانت موجوده معاه قال ايه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه الحمد لله على المكسب، دي طبيعه النادي الاهلي، احنا ما بنلعبش غير على المكسب بس، تعادل او هزيمه بالنسبه لنا خساره تعودنا كده في النادي. الحمد لله نازلين من اول الماتش مركزين، كلنا اصرار كلنا عزيمه ان احنا نحقق الفوز، جايين من مكسب، جايين واخدين ثقه جامده جدا ماتش الزمالك اللي فات كسبناهم في ملعبهم 3-0، واخدين الثقه جامده. الحمد لله نزلنا خلصنا في اول الشوط الاول في جولين كده على طول، يعني الحمد لله قتلنا الماتش من اول. طبعا احنا في النادي الاهلي احنا عايزين اداء، الاداء قبل المكسب. احنا على طول في المحاضره بيقول لنا اعمل اللي عليك وطلع كل اللي عندك والعب كوره ومتع نفسك، انا مش عايز نتيجه، انت تطلع مبسوط، انا مش عايز نتيجه، النتيجه بتاعت ربنا هي مكتوبه قبل ما نلعب، بس انت تجتهد وتعمل اللي عليك، ربنا اكيد مش هيضيع تعبك يعني. السيزون اللي فات طبعا ليه ظروف، يعني جينا فنشنا الدور الاول اول الحمد لله، بعد في الانتقالات الشتويه كان في ناس طلعت اعراض، ناس طلعت في الفيرست تيم، ناس طلعت مع 97، فحصل طبعا نقص عندنا، بقينا نستعين ب 2001 و2000. اللعيبه كويسه برده ما بقللش من حد، بس برده يعني لما يدخل معاك في وسط الموسم بيتاثر جامد، بس السنه دي ان شاء الله لا غير، السنه دي الطموحات يعني غير خالص، يعني انت السنه دي انت طالع الفريق تحت درجه الاولى اللي سبوت عليك انت، واللي سبوت من بره كمان، يعني لا قدر الله لو ما حصلش نصيبه حد طلع درجه اولى بيبقى الناس متابعاك من بره، كل الناس متابعه فريق الشباب النادي الاهلي، يعني دي اول حاجه ليه بيستعيروا بالشباب، ما بيجيبوش حد مثلا يعني من غير اسماء انديه، بس هو اول حاجه النادي الاهلي، شباب النادي الاهلي يعني معروفين متربيين ازاي، متربيين على المكسب على طول، بس هي معروفه يعني. انا من عندي 6 سنين ونص، انا جيت ما كانش لسه فرقه 99 اتعملت، اتمرنت مع كابتن مدرجه هو اللي مكشفني ده، لا دي شهاده لازم ادي لها حقه. جيت اتمرنت مع 97 سنه، بعد كده 98 سنه لغايه لما عملت 99، بس ومن ساعتها بقى انا من يعني جيت النادي 2000 في اخر 2007، كان عندي 6 سنين ونص لسه ساعتها. انا فاكر اول يوم جيت كابتن بدر رجب قال لي والدي حطه في صندوق وحافظ عليه، بس وساعتها انا من النادي، يعني انا جوه النادي ما ولا بطلع هنا ولا بروح هنا، يعني هي دي عيشتي من البيت للنادي ومن البيت للنادي للبيت، ده رقم واحد عندي يعني، دي اولوياتي يعني، ما بفكرش في حاجه يعني، حتى الدراسه انا يعني للاسف انا مش مركز في الدراسه، انا مركز مع النادي، انا كل حياتي هنا، انا بنزل الصبح باجي هنا بروح بالليل الساعه 8 ولا 9، هي ده اول رقم واحد في حياتي. بعد كده بفكر بقى هعمل ايه، لو هخرج مع صحابي انزل مع صحابي شويه، وده طبعا ممكن ما بيحصلش غير الخميس والجمعه اخر الاسبوع. طبعا انا ماشي كل فخر يعني، لما تمشي مثلا راجل اكبر منك او شاب في سنك يقول لك كابتن عادل او كابتن عادل راح كابتن عادل، دي طبعا دي بتحسسني بفخر وتديني عزيمه واصرار. طبعا فلا بتاثر جامد فيا يعني، بتديني عزيمه واصرار اكبر ان انا احقق هدف احقق حلمي طبعا، واهلي ووالدتي ووالدي طبعا، الناس دول تعبوا ورايا يعني، كنت بروح السويس بروح اي ماتشات في اي حته بقى والدي دايما ورايا يعني، ما بيسيبونيش، نوم بدري اكل ما مش مقصرين معايا في حاجه، ربنا يخليهم ليا يعني. طبعا هم في صحبه الفضل اللي انا موجود هنا لغايه دلوقتي. كانوا 48 جنيه كنا يعني، هو 47 ونص كنا ندخل الاستاذ زكريا ب 47 ونص، يعني لازم النص عشان ناخد 48 كاملين. لا كان اول شهر قبضت فيه كان والدي سابهم لي، هياخدهم يعمل ايه؟ خدتهم انا ونزلت مع صحابي، كنت بروح بيهم المدرسه طبعا، رايح بقى جيب مليان يعني، معايا 50 ما يقارب 50 جنيه، كنت بنزل بجيب يعني، كنت بنزل الكانتين اعمل بيهم اللي انا عايزه، وبعد كده اخلص مدرسه اركب بقى فيه مراجيح، اركب ادخل سايبر اقعد فيه، بس يعني كان بالنسبه لي حاجه. ده كان عادل زينهم يعني مساك فريق الشباب مواليد 99 زي ما بقول لحضراتكم، من اللعيبه المميزه وما شاء الله بيقدم مباراة قوية مع فريق الشباب النادي الأهلي. هنروح الخبر بعد كده مع منتخبنا الأولمبي اللي بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق خلال الفترة القادمة. كانت القرعة قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام، مصر في مجموعة نارية ونيجيريا ترافق كوت ديفوار. فعلا مصر يعني اختيار المجموعة أو القرعة، مصر في مجموعة قوية، منتخب مالي، منتخب الكاميرون، منتخب غانا. مالي من الفرق القوية جدا جدا جدا، ويعني هيكون افتتاح البطولة مع منتخب قوي، نتمنى إن شاء الله تكون البداية هي اللي هتدي يعني دفع إن شاء الله لمصر إن شاء الله نوصل للأولمبياد من خلال المباراة الأولى. دايما صعوبة البطولات تبقى في المباراة الأولى.
كان اجتماع، كان في اجتماع بين الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاول وكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي للتنسيق بين منتخب مصر الاول والاولمبي. وده كمان ظهر التنسيق اللي ظهر ما بين الكابتن حسام البدري والكابتن شوقي غريب ظهر في القائمه اللي اعلنت من خلال المنتخب الاولمبي. معايا اسماء المنتخب الاولمبي برضو، حابب يعني اقول اسماء الناس اللي انضمت. ضمت القائمه 28 لاعب حراسه المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، ومصطفى شوبير. خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، احمد رمضان بيكم، محمد عبد السلام، محمد صادق، احمد ابو الفتوح، واحمد ايمن، وكريم العراقي. خط الوسط اكرم توفيق، وغنام محمد، وعمار حمدي، ناصر ماهر، احمد حمدي، وفوزي الحناوي. وفي الهجوم: رمضان صبحي، وطاهر محمد طاهر، امام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجاء عبد الحكيم، مصطفى محمد، صلاح محسن، احمد ياسر ريان، وناصر منسي. ما شاء الله اسماء كبيره واسماء يعني لامعه في الدوري الممتاز، اسماء ونجوم كمان بتقدم يعني مستويات قويه مع فرقها في الدوري الممتاز. لكن خلال الفتره اللي جايه يعني مع الاسماء الجماعيه ده يعني اللي كان بيشغل دايما الكابتن شوقي غريب، حته ان اللعيبه بعيده عن المعسكر، دايما المعسكر بيبقى فيه روح الانسجام، روح الجماعيه. فان شاء الله المنتخب الاولمبي هيكون فيه معسكر بكره، نتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق. وزمول لحضراتكم البدايه طول ما بتكون قويه من جانب منتخب مصر ان شاء الله مصر هتوصل، فنتمنى لنا ان شاء الله توفيق على منتخب مالي. يعني في حاجه برضو تانية عايز اتكلم فيها، حاجه يعني تحسب للنادي الاهلي، هي حته عدد انضمام انضمام عدد كبير من اللاعبين في المنتخبات. ما شاء الله شفنا النادي الاهلي بيضم او النادي الاهلي بيفرغ من خلاله حوالي 20 لاعب لجميع المنتخبات، منتخب مصر الاول، منتخب الاولمبي، ومنتخب كمان الشباب مع كابتن ربيع ياسين. حابب اقول اسماء الاهلي عنده 20 لاعب في المنتخبات. المنتخب الاول في الشناوي، في ايمن اشرف، احمد فتحي، وعمرو السوليه، وحمدي فتحي، وقفشه، وحسين الشحات. في عندنا في المنتخب الاولمبي مصطفى شوبير، صلاح محسن، رمضان صبحي، عمار حمدي. في راح برضه من منتخب تونس من النادي الاهلي علي معلول، جيرالدو منتخب انجولا، وديانج منتخب مالي. ست لاعبين منتخب الشباب 2001: حمزه علاء، وعاصم سليم، محمود صابر، محمد اشرف، ومحمد سلامه، وعربي بدر. ما شاء الله النادي الاهلي بيفرغ لمنتخبات مصر عدد كبير جدا من اللاعبين. زي ما احنا شايفين دلوقتي في حراسه المرمى حمزه علاء، ده الحارس مرمى اللي راح منتخب مصر مع الكابتن ربيع ياسين. عندنا عناصر مبشره، كنا حابين ان احنا نجيب لقطات للعيبه اللي راحت منتخب مصر الشباب عشان نوري كل الجماهير وكل الناس ان احنا فعلا عندنا مواهب في قطاع الناشئين. ده حمزه علاء، دي بعض اللقطات لحمزه علاء في المباريات. خامة مبشرة حمزة علاء مع عاصم سليم. وزي ما بقول لحضراتكم لما يبقى عندنا اتنين حراس مرمى والاتنين موجودين في منتخب مصر فده شيء مميز، شيء يحسب لقطاع الناشئين، شيء يحسب للجهاز الفني، وشيء يحسب ايضا لمدرب حراس المرمى الكابتن تامر دسوق. هنروح برضو الخبر، كابتن محمد بركات لما تم اجراء القرعة كان ليه بعض التصريحات. كابتن محمد بركات مدير منتخبنا الاول: اتمنى المنتخب الاولمبي تعويض الجمهور عن اخفاق الكبار، طبعا عن تعويض الاخفاق اللي تم في كاس الامم الافريقيه اللي كان في مصر. كابتن محمد بركات بيتمنى ان شاء الله كل التوفيق، خاصه ان البطوله على ارضنا، فان شاء الله يكون في تعويض ان شاء الله المنتخب الاولمبي ويقدر يفرح كل الجماهير. المنتخب الاقوى في مجموعه مصر الاولمبي مالي، بيتكلم عن منتخب مالي. زي ما قلت لحضراتكم منتخب مالي من المنتخبات القويه، وهيكون يعني ترتيب المباريات ان احنا هنبتديها مع مالي. ولا نمانع احتفاظ الكابتن شوقي غريب بلاعبي المنتخب، وده التنسيق اللي تم لما رمضان صبحي، صلاح محسن تم انضمامهم للمنتخب الاولمبي. نروح بعد كده، يعني كانت صفحه نادي الداخليه كانت عملت اعلان او عملت بيان مقتضب بتقول من خلاله صفحه نادي الداخليه بتعلن عدم تحمل النادي مسؤوليه اي حاله نصب تتم باسم النادي وملاحقه النصابين قانونيا. كان نادي الداخليه عمل البيان ده على صفحته. بعض الناس دلوقتي بتتم عمليه النصب على الانديه، بعض الوكلاء او بعض المنتسبين يقول انا وكيل
ويروح للعيب يقول له انا وكيل لاعبين او سمسار لعيبه ممكن اخدك واوديك النادي الفلاني، وبيتم دفع فلوس. وطبعا دي كلها عمليات نصب. نادي الداخليه كان عمل بيان على صفحته وقال احنا ما فيش اي سمسره تبعنا او اي وكلاء تبعنا، اللي عايز يختبر نادي الداخليه موجود بيجي ويختبر، ودي الطريقه الصحيحه عشان ما يبقاش في عمليه نصب على اولياء الامور وكمان على المواهب الموجوده. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه. اجدد تحيه بحضراتكم مره ثانيه. من خلال برنامج الاشبال دايما بنناقش قضايا كتير، قضايا التزوير والتسمين، قضايا الملاعب. في عندنا برضو قضيه مهمه جدا، قضيه في نادي اسوان. نادي اسوان وانا كنت بقول الاخبار في 2003 بيلعب جمهوريه. نادي اسوان ما انسحبش من دوري الجمهوريه، شارك بالفعل، لكن بعد ما انطلقت البطوله بينسحب من مباراته امام نادي الزمالك برضو نفس السبب، التكلفه الماديه الكبيره على نادي اسوان، سفر، قطارات، حجوزات. النهارده الممثل الوحيد للصعيد هو نادي اسوان. نادي اسوان فعلا والصعيد فيها مواهب كتير جدا. لو عايزين نفرغ لمنتخبات مصر الناشئين والشباب والاولمبي وبعد كده يكونوا موجودين في المنتخب الاول، لازم نهتم بالقاعده. هنا دور اتحاد الكوره. نادي اسوان محتاج دعم، محتاج دعم مادي علشان تقدر المواهب الموجوده وقطاع الناشئين يشارك. النهارده ليه افرض عقوبه على الفرقه المنسحبه 10,000 جنيه؟ ما من الاولى ان انا اساعد الانديه دي. نادي اسوان كان انسحب ايضا من دوري 2001 و2004، كان شارك في دوري 2003 ايضا، النهارده مع السفر مش قادر فبداوا ينسحبوا من المباريات. اتمنى اتحاد الكوره يلاقي حل لنادي اسوان، ان فعلا نادي اسوان من الانديه الكبيره والانديه الجماهيريه كمان، ويعني هو الممثل الوحيد لخط الصعيد. تاني حاجه، بدلات الحكام. بدلات الحكام ايضا بتمثل عبء على قطاعات الناشئين في الانديه. النهارده الحكم واثنين مساعدين معاه تكلفه كبيره على الانديه، ممكن تكون بسيطه على اتحاد الكوره. من الاولى ان اتحاد الكوره يتم هو ممكن يتحمل تكلفه التحكيم في قطاعات الناشئين ويشيل هذا العبء عن الانديه اللي فعلا ده بيمثل عليها عبء على ميزانيتها، وفي انديه كتير ما بتقدرش تدفع بدلات الحكام. اتمنى من اتحاد الكوره انه يلاقي كمان يعني حل لهذه المشكله. عندنا كان فريق شباب النادي الاهلي، فريق 99، كان بيلعب من ساعات مع نادي الجونه، وكان النادي الاهلي فاز بنتيجه 1-0، كان احرز الهدف اللاعب بيسو. هنروح بقى لاول ملخصاتنا النهارده، ملخص مباراه الاهلي والمقصه 2004 اللي انتهت بالتعادل السلبي. كان معانا لقاءات مع الاجهزه الفنيه، نشوف قالوا ايه، نرجع لحضراتكم مره ثانيه. I'm
قلت قبل كده مش مقياس اللي انا بكسب ومش مقياس اللي انا اخد بطوله، انا بعمل لعيب النادي الاهلي. لو انا ببص على البطوله او ببص اللي انا اخد بطوله، انا ممكن اجيب لعيبه ايا كان الاعمار السنيه بتبقى عامله ازاي، شكلها ازاي، بتبقى في انواع كتير قوي، في من التزوير، في من مسننين، في لاعب بيلعب باسم اخوه، في لاعب بيلعب باسم مش عارف، كل ده موجود في عالم كره القدم في مصر. يعني الوحيده يمكن اللي عندنا الحاجه دي موجوده في مصر. وانا مش بندي مباريات النهارده، انت يمكن اتفرجت والناس اكيد هتتفرج على المباراه، الفرق شاسع جدا في الاعمار السنيه واضح تماما. يعني اي فرقه انا قلت لك هي باينه طبعا، بس انا قلت لك اي فرقه تلعبني في الاعمار السنيه بتاعتها مظبوطه هيبقى صعب تكسبني. يعني الحمد لله اللي انا طلعت بالتعادل ده، اللي انا بلعب فرقه اعتبر فرقه كبيره، فرقه المقصه الاعمار السنيه واضح عليها اللي فيها اعمار. احنا طبعا احنا لنا شغل طبعا تاني، بس مش الوقت خالص. انا مش في الاول في الاخر قلت لك يا فاروق، الحمد لله انا الجيل ده جيل محترم، الولاد اللي موجودين معانا لعيبه كويسه جدا وانا واثق فيهم تماما، واللاعبين دولت متاسسين تحت من اول ما كان الكابتن محمد عامر بدور قطاع، كابتن عادل الطعيمه، دكتور عمرو ابو المجد، كابتن فتحي مبروك، مع المدربين كابتن حسام فوزي، كابتن محمد سعد، كابتن ياسر رجب، معايا انا شخصيا انا مرنتهم وهم صغيرين، فانا عارف انا ولادي مين. فالحمد لله انا واثق فيهم تماما، وحته الله ان شاء الله باذن الله. احنا برضو هدفنا مفيش شك، احنا بنلعب على بطوله، خدتش بطوله، انا بعمل جيل محترم ان شاء الله باذن النادي الاهلي. النهارده انا بعذر اللعيبه، يعني في جزء انا بحملهم عليهم اللي هم ممكن يكونوا كانوا متخيلين المباراه هتبقى سهله او بالنسبه لهم هتبقى ملهاش معايير خالص، بس انا في الاول وفي الاخر انا قلت لهم المباراه هتبقى صعبه عليكم جدا، بس مش عايز اقول لهم ايه النقط اللي هتبقى صعبه عليهم، بس الحمد لله في الاول وفي الاخر النتيجه بالنسبه لي الحمد لله مش سلبيه، بعتبر اعتبر تعادلت مع وادي دجله بره وكسبت هنا، فالحمد لله. مباراه الاهلي والزمالك احنا مباراه تطلع تخرج بالاطار بتاعها المحترم رقم واحد، لازم الناس تعرف الكره مكسب وخساره. احنا بنعمل جيل محترم للنادي الاهلي، واكيد نادي الزمالك بيعمل جيل محترم في الاعمار السنيه. بنتمنى ان شاء الله المباراه في الاول وفي الاخر تليق بالناديين كبار، طبيعي في الكوره اللي يكسب نقول له مبروك واللي يخسر نقول له هارد لك، واذا اتعادلنا يبقى دي النتيجه بتبقى طبيعيه يعني بين الاهلي والزمالك. لكن في الاول وفي الاخر انا رايح ان شاء الله هناك اكسب، مش رايح للتعادل او رايح ان انا اخد بنط، انا بلعب على بطوله وواثق في لعبتي تماما الحمد لله. وقلت لك اي اعمار سنيه تجيلي في الاعمار السنيه اللي هي بما يرضي الله في السن اللي هو 2004 ما اعتقدش اللي هو يكسبني الحمد لله. يعني والدليل اللي انا عملت نتائج ايجابيه بيراميدز وعملت نتيجه الحمد لله مع طنطا ومع دجله، كل فرق ما دي فرق دوري ممتاز الحمد لله. بس برضو انا قلت لك انا مش بدي مبررات، بس ان شاء الله باذن الله ده درس لينا احنا كمدربين ودرس لينا كلاعيبه في النادي الاهلي، بنعرف قيمه اللي بيجي يتعادل معانا بيبقى بالنسبه له ده حاجه كبيره جدا. ومع ذلك انا ليا الشوط الثاني ضربتين جزاء او ضرب جزاء، بس برضو ما بعترضش عليها، انا يهمني في الاول وفي الاخر، وقلت لك وما زلت بقول ان شاء الله باذن الله انا بعمل جيل يخدم النادي الاهلي في المستقبل، مش موضوع اللي انا بجيب بطوله، لا موضوع اللي انا مش بدي مبرر لنفسي الحمد لله. عاوز اقول لك كلمه، انا اسمي كويس، بس في الاول وفي الاخر انا ببص اللي احنا نعمل جيل للنادي الاهلي محترم ان شاء الله. اللعيبه بتاعت مصر المقصه النهارده ممتازين، الله اكبر، بشهادتكم، بشهاده الكابتن فتحي مبروك، بشهاده كل الناس الموجوده. يعني انا مفروض ان انا اقول الحمد لله طبعا على البونت، وفرحان البونت يعني، بس سير الماتش 4-5 تجوان مؤكدين، وده لرهبه اللعيبه، الاولاد دي اول مره تلعب في النادي الاهلي هنا، النجيله كمان عاليه قوي، دي حتى كل الفرق اللي بتيجي بتشتكي ان النجيله عاليه قوي. الاولاد اول مره يجوا النادي الاهلي، اول مره يلعبوا ضد النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي، وانا اكتر واحد عارف يعني ايه فرقه النادي الاهلي بالذات الناشئين. فالنهارده بامانه لا انا مبسوط جدا،
المدير الفني جمال عبد الناصر والجهاز اللي معاه اداروا الماتش 10 على 10. اللعيبه كلها في الملعب رجاله، يمكن انتوا شايفين 4 5 فرص اكيده. الهدف اللي احنا جبناه انا سالت الحكم قال لي اصل في واحد مشترك مع الجون، وكره كانت من على ال 18، انا باصين كلنا على الكوره ما شفناش حد اشترك مع الجون، بس طبعا ده قراره هو، انما يعني برضو ان انا احرز هدف ليها ضربه جزاء زي ما انت بتقول، والاهلي ليه ضربه جزاء يعني. بس اجمالي الماتش يعني الحمد لله اداء، احنا الحمد لله رب العالمين، انا فرحان بفرقتي قوي، فخور بيها، البدني بتاعهم واقفين على حيلهم من اخر دقيقه، انا ما كنتش متوقع ان هم هيكملوا في الملعب دوت، ملعب نجيله عليه قوي، الاجهاد بان عليهم في الاخر، ولكن الفرص اللي ضيعوها دي هقعد اتكلم معاهم فيها. انا فرحان بفرقه 2004، برسخ قاعده ان يطلع الفريق الاول، وبرسخ الاخلاق وعدم اعتراض الحكم وعدم الغلط في حد يغلط في الفرقه المنافسه، كل ده انا ببنيه بقالي حوالي 6 سنين انا واحمد المنشاوي وقطاع الناشئين كله. يمكن الحمد لله احنا بنتعب في فتره الاعداد، لان بنلف القاهره كلها على لعيبه. يمكن 2004 دي ميكس ما بين كان فرقه 2004 في القاهره فيهم حوالي 6 7 لعيبه، والباقي كله من الفيوم يعني من عندنا. برضو 2001 دي بقالها معايا 4 سنين، فرقه 99، فرقه 97 الحمد لله نصها دلوقتي في 4 بيلعبوا دوري ممتاز، وفيهم 2 مقصه وواحد اسوان، بقيت الفرقه ممتاز بيها، وده حاجه انا بجني ثمار تعبنا 6 سنين 7 سنين. وانا دايما اقول لهم انتوا دايما بتقولوا يعني بتسمعوا في التلفزيون يقول لك ده كان ناشئ اهلي، كان ناشئ انبي، كان ناشئ مقاولين، هتسمعوا الفتره الجايه ده ناشئ مصر المقصه، من اول فرقه 97 اللي فاتت دي، فرقه 99 ان شاء الله باذن الله مكمله كويس، فرقه 2001 اللي طالع لي دي فرقه 2004 انا مبسوط بيها جدا. وانا يمكن يعني كلمت الاداره مش عشان البونت مع الاهلي في الاهلي، لا عشان الاداء، انا يعني عايز اطلع لهم مكافاه اجاده للاداء مش للبونت. انت عارف ان انا جيت هنا قبل كده لعبت فريق نادي الاهلي هنا، ومره كسبت ومره اتغلبت ومره تعادلت، يعني انا معود لعيبه مصر المقاصه ان يعني انت لو شفت ان احنا ما بنحاولش نضيع وقت، وانت بتشوف رتم اللعيبه بتلعب ازاي، انت لو حسيت ان اللعيب بيجي بيضيع وقت في الاخر يبقى انا عامل له رهبه، او عامل له ان لا ده النادي الاهلي مش عارف ايه وايه. النادي الاهلي طبعا اسم كبير، نادي انبي في الناشئين، الزمالك، المقاولين، بس انا بحط في دماغهم ان ده لعيب زيه زيك، ما هو في لعيبه من الفيوم في اللي بتلعب في النادي الاهلي وانتم من الفيوم، وفي لعيبه من القاهره وانتم من القاهره، فدايما احط الحته دي في دماغهم اقول لهم هو تيشيرت الاحمر، انتوا بتلعبوا في فرقه كبيره اسمها مصر المقاصه، بتلعب في الدوري الممتاز، عامله نتائج كويسه، فده انا انت ملاحظ ان في الاخر احنا عمالين ما فيش حاجه اسمها تضييع وقت عندي، بلعب بقى مع الاهلي، بلعب مع الزمالك، فده الايحاء اللي انا بديهم ان اي فرقه بتلعبها انا بلعب على المكسب، مش بلعب على تعادل او هزيمه، لا المكسب، نادي الاهلي بقى، نادي الزمالك، نادي، انا لازم اربي الاولاد دي من صغرهم على كده. ده كان ملخص مباراة النادي الأهلي مع المقصة مواليد 2004، ودي كان بعض اللقاءات مع كابتن ياسر ريان وكابتن محمد عبد الجليل رئيس قطاع الناشئين مصر المقصة. نروح أيضا نشوف بعض اللقاءات بعد مباراة الأهلي وإف سي مصر اللي فاز فيها النادي الأهلي بنتيجة خماسية، نتيجة كبيرة، كان كاميرا الأشبال موجودة هناك، وكان في بعض اللقاءات مع كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين النادي الأهلي والجهاز الفني وبعض اللاعبين، نشوف قالوا إيه، نرجع لحضراتكم مرة ثانية. الحمد لله على كل شيء، على النتيجة وعلى الأداء. أولاد النهاردة ما شاء الله، يعني ده اللي احنا نعرفه عنهم، اعتبرنا النهاردة بداية، الحمد لله نتيجة كويسة وأداء كويس، الأولاد كلها في مستوى كويس. أهم حاجة النهاردة كانت الروح، كنا مفتقدينها شوية الماتشات اللي فاتت، النهاردة ما شاء الله ما فيش حد بخل بحاجة، الأولاد كلها أدوا ما عليهم،
عشان كده ربنا كرمنا بالنتيجة وبنحمد ربنا، نعتبر النهاردة بداية ان احنا نعدي المسار بتاعنا ان شاء الله. حارس النادي الاهلي بيبقى ليه مواصفات خاصة. انت ممكن تحكم على حارس المرمى النادي الاهلي من غير ما تجيب له كرة خالص، من خلال توجيهه لزمايله، من خلال تحركاته. الحمد لله انا الفرقة دي من كرم ربنا معايا حارسين على اعلى مستوى الاثنين في منتخب الشباب 2001، كان حمزة او عاصم. ما فيش فرق بينهم كبير، الاولاد الاثنين ما شاء الله عليهم، اللي بيلعب انا ما عنديش مشكله، مبقاش قلقان. النهارده حمزه كان كويس، عاصم قبل كده لعب وكان كويس، ما عنديش مشكله فيهم يعني، ما شاء الله الاثنين هايلين. احنا عندنا منظومه، الامر لا مش ما يحسبش ليا انا، هو احنا عندنا منظومه وعندنا برنامج ماشيين عليه من كابتن اكرامي، المدرب اللي اشتغل معاهم قبل كده وله دور معاهم. كل واحد في الجهاز التدريبي بتاع حراسه المرمى ليه دور في كل حراس المرمى، فالنتيجه دي بتبقى لينا كلنا. الحمد لله على الاداء، سواء حمزه او سواء عاصم، وان شاء الله نامل ان هم يكملوا على كده باذن الله ان شاء الله باذن الله. الف مبروك للنادي الاهلي كله، وهي دي روح النادي الاهلي، هو ده فريق 2001، هو ده فريق البطل اللي هو مش متعود حتى في اي الاسد ممكن يمرض لكن لا يموت. يعني الاسد ممكن حصل معنا دروب الماتش اللي فات، الحمد لله كلنا وقفنا على روح راجل واحد، اتكلمنا مع اللعيبه النهارده الحمد لله، وبنتكلم في الفتره اللي فاتت دي كلها، ده مش نادي الاهلي وده مش اداء نادي الاهلي. النهارده ده جزء من اداء نادي الاهلي، احنا عندنا 10 غيابات، 10 لعيبه مصابه، حضرتك عارف طبعا، عارف الفريق وعارف العناصر اللي هي غايبه، تيم كامل، تيم اساسي، مش بكلمك في تيم تاني، احنا عندنا الاساسي زي الاحتياطي، معظم الفرقه غايبه، اصابه النهارده عربي اصاب النهارده زياده، احنا بنمر محمد ياسر وشادي رضوان عنده خلفيات، وعندنا ماتش يوم الاثنين الجاي، احنا الاسبوع ده هنلعب الجمعه وهنلعب الاثنين، مسافرين المصري يوم الاحد وهنلعب هناك في السويس، وبعد كده راجعين هنلعب يوم الجمعه، يعني احنا بنمر بفتره يعني لا نحسد عليها بصراحه، بس الحمد لله دولت فريق رجاله باي عنصر، احنا اتفقنا ما بين اللعيبه اي 11 راجل هينزل هيأدي مهما يكون الاسم، واتحرك شفت النهارده الاداء والروح، وده اللي كان ناقصنا الروح بس. الحمد لله النهارده يعني مكسب مهم لنا جدا، رجعنا كفرقه 2001 اللي فاتت باداء كويس بنتيجه كويسه 5-0 قدام فريق قوي، يعني طول ال 90 دقيقه انك يجي عليك كره واحده من قدام فريق قوي، والحمد لله حمزه اتعامل معاه كويس، فدي حاجه تحسب لنا كلنا يعني، فالحمد لله يعني بشكر اللعيبه جدا على الاداء دوت والروح دي قبل اي حاجه، والحمد لله يعني الواحد الحمد لله بيعمل اللي عليه، يعني الواحد بيبقى واخد اكتر من دور يعني حسب الكره فين، يعني الكره لما بتبقى ورا مع معاذ وعثمان بيبقى ليا دور تاني ان انا اسقط احاول اطلع الكره من الحته اللي ورا اللي قدام، الكره لما بتبقى قدام بحاول ازق معاها والعب الناس من قدام، بس الكره بتبقى معاهم بيبقى ليا دور تاني ان انا احاول اضغط من قدام واجيب الكره تانية. الحمد لله يعني الواحد بيعمل اكتر حاجه عنده، الحمد لله كلها لصالح الفرقه يعني، الحمد لله يعني كان فيهم كفه مضاعفه النهارده بسبب يعني الاداء والروح اللي احنا كنا فيها، بس الحمد لله يعني الحمد لله على نتيجه النهارده، والحمد لله على الاداء في المنتخب وكل الحمد لله يعني، بس يعني النهارده كان ماتش يعني يمكن كان صعب شويه، كان عليه ضغط شويه عشان الفرقه دي كانت فوقينا في الجدول، ولو عندنا غيابات كتير واصابات كتير واصابات رخمه واصابات مش سهله ما بتعديش بسهوله، ويعني الاصابات تكرارها زاد شويه بقى، ثلاث ارباع الفرقه يمكن بره، وفي يمكن ثلاث اربع لعيبه من 2002 معانا، ويعني الحمد لله ربنا كرمهم النهارده وعملوا ماتش كويس، والحمد لله يعني لازم الفتره الجايه دي نبقى نشيل بعض عشان لازم نبقى مع بعض يعني. اللي بيفرق جون النادي الاهلي عن اي جون تاني ان هو لازم يبقى مركز على مدار 90 دقيقه او اكتر من 90 دقيقه كمان، ان هو لازم يبقى جون النادي الاهلي مش هيجي عليه في الماتش غير كوره ولا كورتين، يعني هما اللي هيجون. اللي يفرقك بقى عن اي جون تاني ان انت الكوره ولا كورتين دول تتعامل معاهم كويس عشان تطلع من الماتش عامل ماتش كويس الحمد لله. طبعا انا وعاصم مع بعض من زمان وبنشيل بعض من زمان، والعلاقه اللي ما بيننا اخوه يعني، مش هي منافسه شريفه. اكيد طبعا اقول له مبروك، ومبروك ليه ومبروك ليا طبعا، ادائك كان كويس وده اللي احنا متعودين يعني الحمد لله. كان موافق النهارده وكان مركز طول الماتش وحتى ما عادش يعني الحمد لله وشكر لله، وكان من العناصر الحمد لله الحاجات اللي كانت في الفرقه طول الماتش وكان واقف على رجله الحمد لله. طبعا ده امر طبيعي، قبل كده كذا منتخب برضو كل الاعمار السنيه بتلاقي فيها اثنين حراس مرمى النادي الاهلي هم حراس منتخب مصر الحمد لله وشكر لله، يعني احنا الاثنين مش فارقه مين احتياطي ومين اساسي، لان الحاجات دي يعني بتفرق في الاخر بقى، ان احنا مثلا اللي بيثبت نفسه هو اللي بيلعب، بس ما كان فرق في المستوى الحمد لله متقارب، مثلا حمزه النهارده فايق انا مثلا فايق بوك وهكذا، هو ده الطبيعي.
الحمد لله النهارده يمكن الاداء احسن، الاداء احسن من الفترات اللي فاتت، لان انا برده كنت بتابع المباراه كلها، ولكن اداء النهارده فيه اداء كويس فني، اداء روح قتاليه عاليه جدا. بعض العناصر اللي دخلت النهارده زي احمد سيد عبد النبي، زي محمود صابر، زي احمد سيد غريب، عناصر النهارده كويسه واثبتت الحمد لله ان هي تنضم بعمليه التصعيد. احنا ماشيين مبدا للفرق كلها، وزي ما اتفقنا ان احنا لما بنجيب جول لازم نستثمر الفرقه قصادنا ونسجل هدف واثنين وثلاثه واربعه وخمسه زي النهارده، ودي انا بشايف الفرقه بتعود تاني لمنصه التتويج، وايضا منصه ان هو يبقى دائما على قمه المجموعه. واتمنى ان شاء الله فرقه 2001 تتمنى من كل قلب ان هي توصل للمستوى اللي دائما كل الناس بتحب فرقه 2001 توصل ليه. يعني الحمد لله محمد عنا الفرقه دي السنه اللي فاتت ياسر وسجل هدف كويس، وحسام ياسين وحسام ياسين برضو لعب النهارده كويس، فالامور كلها احمد الشيما كل الامور دي كويسه، واحنا بنحتاج دايما بنلاقي عنصر كويس بيفيد اي فرقه الحمد لله بنحاول نجيبه النادي الاهلي، لان دائما اللعيبه هي حتى اللعيبه بقى عندها اراده ان هي بتحب تلعب في النادي الاهلي وتحب تظهر في النادي الاهلي وتحب قناه الاهلي دايما بتذيع ماتشات، واللعيب بيستثمر الفرصه دي وبيتعرف من خلال قناه الاهلي الحمد لله. وفي الاول طبعا انا شفتها وبلغت الاداري، وفي الاخر انا جيت له بنفسي، بقى جيت لمحمود صبر بنفسي، ويمكن قلت له لبس الشنكار، ولكن برضو انا من ناحيتي خصمت منه عشان دي حاجات المفروض لوائح ولوائح الاتحاد الدولي ولوائح ايضا ان اللعيب يبقى لازم ينزل الشنكار اللي هو الواقي للرجل عشان ما يبقاش فيه اي اصابه. وانا قلت من اي لعيب حتى مش عندي بس اي لعيب ان انت تشوفه لازم ياخد انذار. يعني الحمد لله رب العالمين، هو للاسف بس التوقف دوت ما خدمناش. يعني احنا بجد يعني ماشيين كويس وماشيين اول مجموعه وماشيين الحمد لله، كسبنا الزمالك وكسبنا الاتحاد وكسبنا الجونه وماشيين كويس جدا. هي بس فرقت معانا الفتره دي الاصابات، فرقت معانا احنا حتى جايين السكور النهارده 17 لعيب، يعني في اربعه بس بره، يعني هو ده اللي فرق معانا. احنا عاملين التغييرات كلها اضطراريه بسبب الاصابات اللي حصلت في الملعب، والنهارده مش يومنا. يعني احنا لو يومنا يعني الماتش كان في بدايه الجيم كنا ماشيين بشكل كويس وحصل دروب، بس هي الفرق اللي حصل ان احنا الاصابات اللي عندنا، انا بقول لك عندنا اربع لعيبه بس احتياطي، فلما حصل اصابه في قلب الملعب مفيش البديل، انا منزل البديل واحد يلعب فرود في نص الملعب، فطبعا حصل خلل في عمق الملعب بس، فهو فرق طبعا فتح الملعب بس. التوقف طبعا بدأنا كمان الموسم، يعني انا دي حاجه راجعه مش بتاعتي ولا بتاعه دي الاتحاد عشان المنتخب، يعني اكيد كلنا بنعمله عشان المنتخب، بس احنا بدأنا جمعه وبعد كده دخلنا في ضغط ماتشات جمعه اتنين، فطبعا فرق جدا جدا جدا. يعني بعد ما كنا ماشيين كويس التوقف والاصابات هي اللي فرقت مع الفرق الحمد لله، يعني قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله الماتش الجاي هندخله باقوى من كده ونرجع للمنافسه تاني باذن الله. يعني بكده غطينا كل اخبار الناشئين والاشبال في النادي الاهلي وكمان في كل قطاعات الناشئين، بتمنى لاولادنا داخل قطاعات الناشئين كل التوفيق. في النهايه برضو بشكر فريق العمل، يعني محمود شوقي، احمد رشاد، علي توحيد، عبد الحكيم ابو علم، فاروق صلاح، ومخرجنا دائم التميز محمد دكروري. كل سنه ومصر كلها بخير، كل سنه ومصر دايما مرفوعه الراس. لازم نربي ولادنا على اسرار حرب اكتوبر وعلى انتصار حرب اكتوبر. كل سنه وحضراتكم طيبين، اشوفكم الاسبوع اللي جاي مع حلقه جديده من الاشبال. طيبين بمناسبة ذكرى انتصار اكتوبر. على الربابة بغني مملوك شغل لقوة امل للجنود.
سنة والشعب المصري بألف خير بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيد. انتصار حرب أكتوبر كان انتصار رجال، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة 6 أكتوبر.